مثل اسمه مرحبا يسون الزلف لو نزلت المغاربيه تسنات الزلف لو نروه البوسقي سيجد عن كم هي ظل بعد نوي بوي بوسقي بعد نسيزم في سيني حريشن حريشن مزورد نهضر في بيان سور في غزه في مثلا غزه في سنة بول تلوف غزة أرتورا سنة بظن لي نيغوسياسيون تخطر بدن نيغوسياسيون دي مسار انتر الكوتي الأحرشي الفلسطيني وكذو أحرشي الصهيونيين سنة بظن الأحوال الإنسانية دي غزة زراني حبسن تم الغي 72 ساعة تسمى 3 أيام يضليت بدا وسجي بعد نوي كراسي غزة دحكون اشو لي ديغا اشو فن ايميتو فان الفرا اشو لي ديغا فن دي غزام كيو فن تا مورتنسن اسكلا في الكوموس تروبوني شويه شويه اسكي صهيونيين صح وغال نارو فريد وغال نار لي فرونتيير من غزه اسكو قد نارا صام غزه كي صهيوني هني دوتنا من ميسني هو زراد لا بيسونس ميليتان اسرائيل زمان هنوتن ان خضعان اسكو قد مازال خوفاكي اسكو المقاومه صح تربح القراقي ناقص كي صهيون يمكن تقنو هني زانريو سيا في بلي الحماس اسكي زانريو سيا ديتيروين قال لي تيون اللي يخدم الحماس باش الحرف الجيش الاسرائيلي كي وقيد حرش مزوارو وحرش سوي السين صلاد نهضر في مازال نهضر في وقت الشاقين يكيف انا كي تساسيت مورت النار زرا خدمت ان بلاتفورم طفلاتي نادي دوموند نسن اسيكي بعد من ويكرا بوكن نقد شنو كي السن باش تفهم لنا بلاتفورم كي اشو سعان لي بلوانز ذات سنه الحو عشان يقول حقوق شاكين سن ام كتورين الجزائر ذات وكذا وقد شاكين وكذا لي بوزيسيون زافو ان دان من توالي يعني واش نتسكر ثم زوت نسكر غلف اون ديرو سي او ايكيفر نكو تيكزيستين على الغرس دونك ان شاء الله وقيد حرشنا قد نهضر الساقي ونساق مثلا محمد جودي وكنا محمد زلفلك زلفلك السلام عليكم السلام السلام وقاعد يتورينا كل ان شاء الله محمد دافو كان انا نبدو الهضره الناس اما مستنقي وقاعد يتورينا ساعه بيدود ساعه وتمثلنا ورده تلقيت انا عمسي غزه ورده السلام عليكم اختي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا بك اختي ربما السؤال البديهي الاول ما هي اخر مستجدات الهدنه اللي اعلنت ل 72 ساعه؟ يعني حتى الان الامور مستقره بعد اعلان وقف اطلاق النار من قبل الطرفين سواء من قبل المقاومه الفلسطينيه او من قبل الاحتلال، لم يحدث الا اختراق واحد للهدنه كان لاطلاق نار شرق غزه تحديدا في المناطق الشرقية في حي الشجاعية عندما حاولت سيارة لبلدية غزة من الوصول إلى المناطق المدمرة لإصلاح بعض الأعطال التي أصابت هناك البنية التحتية. أما بالنسبة للجانب الصهيوني فقد أعلن فجأة عن دوي صفارات الإنذار في محيط غلاف غزة ثم عاد وقال بأنها هي خلل ناتج عن خلل وليس هناك قصف لصواريخ بصواريخ المقاومة أختي ومنذ التهدئة وعادت الحياة يعني بشدة إلى قطاع غزة. يعني نحن خرجنا بالأمس إلى مناطق الشاطئ مثلا رغم التهديم ورغم الدمار هناك حياة رغبة في الحياة بشكل كبير لدى سكان القطاع، هناك ازدحام في المناطق الغربية وفي وسط غزة تحديدا. أخت ورد هذا كان يمكن مقارنة بين هذا العدوان اللي جاي لهذا الشهر والعدوان اللي ضرب إسرائيل بها غزة سنتين عليها ولا 3 سنوات، كيف كان إذا كان يمكن مقارنة هل كان هذا أشد دمار ومقارنة للماضي هناك؟ والله هي المقارنة كانت حاضرة حتى في أذهان الفلسطينيين وكان هذا السؤال يعني تحديدا والمقارنة مطروحة اليوم على ألسنة الكثير من الغزيين. هناك من قال بأن معركة الفرقان مثلا كانت تقريبا مقاربة لنفس أعداد الجرحى والشهداء، لكن الاختلاف كان هنا أن الضربات كانت موحدة في نفس اللحظة ضربت الطائرات في معركة الفرقان جميع يعني قطاع غزة من شماله حتى جنوبه في ذات الوقت، استهدفت المقرات دعني أقول الخاصة بالحكومة، أرادت تدمير المرافق الحكومية، سقط مدنيين وسقط عسكريين وناس موظفين كانوا يعملون بالحكومة، لكن
الحرب هذه كانت طويلة الأمد وكانت نوعا ما تميزها الاستهداف المباشر للمدنيين. معظم من سقط كان من المدنيين، والدليل على ذلك ما أصدرته يعني وزارة الصحة اليوم من أن هناك 21 شهيد من طواقمها الطبية، 85 جريح، هناك أيضا 430 طفل، 243 امرأة، 79 مسن، وهناك استهداف ل 140 مدرسة. هذا لم يحدث بهذه الكثافة في حرب الفرقان. كان هناك محاولة في هذه الحرب للانتقام من المدنيين، كان هناك لأول مرة يعني، وهذا صادر عن شهادات لبعض الجنود يعني نشرتها صحيفة الاندبندنت، بأنها المرة الأولى التي يستخدم فيها الجيش الصهيوني يعني قذائف المدفعية التي لا يمكن أن نقول بأنها دقيقة إطلاقا عند استخدامها، فهي عشوائية. ويعني حتى أحد الجنود يقول طلب منا ألا نصيب مدنيين. أنا لا أفهم كيف يمكن ألا نصيب مدنيين في هذه الحرب والسكان مكتظون في مناطق شرق غزة. هو قال بأني كنت أتذكر كل لحظة يعني يتساقط فيها المدنيين، وكنت أرى هؤلاء عبر النواضير الليلية أو التي كنا نستخدمها صباحا، وكنا نرى الأطفال، لكن كان يطلب منا أن ننفذ دون مراجعة في الأمر. هذا ما ميز الحرب هذه. إذن استهداف المدنيين، استهداف البيوت، طول فترة الحرب أيضا الزمنية، وأيضا استخدام القذائف المدفعية من قبل الدبابات في وسط غزة حتى وصلت إلى حي النصر وحي الشيخ رضوان التي تعتبر أكثر المناطق أمنا والبعيدة بشكل كبير عن الحدود. الأخت الأولى، نعود إلى المقارنة بين معركة الفرقان والمعركة هذه، يعني هل الآن المقاومة وخاصة المقاومة العسكرية والسياسية هل تعلموا من هذه التجربة؟ لأن إذا كان كل 3 سنوات يموت 2000 فلسطيني، يعني هذه ليست، هل يعني حقيقة فلسطين يمكن أن تصبر أكثر كل 3 سنوات يكون مجازا مثل هذه؟ هل تظنين أن الآن المقاومة السياسية خاصة تعلمت من هذه وسوف تفرض شروطها قبل الهدنة الكاملة؟ نعم، ما لمسناه يعني صحيح في هذه المعركة وما شجع أهل غزة على الصمود أكثر هو دقة المقاومة في استهدافها. المقاومة اليوم أعلنت بأنها كانت يعني على قدرة كبيرة باستخدام أسلحتها وصواريخها ضد مدنيين، لكنها لا زالت تتعامل بأخلاق الإسلام تجاه هذا العدو المجرم. رغم استهدافه للمدنيين، هي لم تستهدف المدنيين، هي استهدفت أغلب استهدافاتها بالصواريخ لمناطق حيوية ومناطق مركزية عسكرية. وكلكم رأى يعني أن أغلب القتلى لدى الاحتلال هم من الجنود الذين حاولوا اقتحام قطاع غزة. المقاومة أيضا في هذه الحرب يعني على خلاف كبير لحرب الفرقان. حرب الفرقان كانت مفاجئة، لكن هذه الحرب أعدت لها المقاومة منذ حرب السجيل، طورت من منظومتها الصاروخية، فاجأت الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية أيضا بتصنيعها للطائرات، طورت من مدى الصواريخ، الأمر الذي قال الاحتلال واعترف بأن هناك خلل كبير وهناك ضعف استخباراتي لديه في أن يتنبأ بما وصلت إليه حماس من تطورات عسكرية. كان آخرها هي الإعلان عن بندقية لقنص الجنود، يعني يمكنها أن تقنص الجندي على بعد 2 كيلومتر، وهذا الأمر الذي فاجأ العدو الصهيوني. حرب الفرقان أيضا كان هناك يعني وصول وتقدم للدبابات، شاهدنا دخولها إلى منطقة تل الهوى غرب جنوب غزة، كان أيضا دخلت إلى المناطق الشمالية. في هذه الحرب لم يستطع الاحتلال أن يدخل إلا مسافة كيلومتر فقط، يعني خاصة في منطقة رفح، أما في الشجاعية لم تتعدى 500 متر فقط. أيضا في هذه الحرب شاهدنا خطاب سياسي للساسة في حركة حماس متميز، وأيضا خطاب عسكري، يعني كلنا كان يرتقب خطاب أبو عبيدة الذي شجع الناس والذي هدأ من روع الناس والذي يعني بث فيهم الأمل، وكان كل فترة وأخرى يظهر ليحدث الناس عن إنجازات المقاومة.
يعني في كل المقارنة وأوجه المقارنة هذه الحرب أثبتت بأن المقاومة تعد وأنها تستغل كل لحظة لهذه الحرب. أضيف إلى ذلك نقطة واحدة، بأن المقاومة باتت تدرك بأن العدو الصهيوني بناء على منظومته السياسية وما يكون له من تطورات داخلية عبر انتخاباته يحاول أن يقدم قرابين لفوزه في الانتخابات من دماء وأشلاء الشعب الفلسطيني، فأصبحت تعد عند كل مرحلة سياسية جديدة نفسها لحرب قادمة مع العدو. أخت ورد، هل يعني يمكن أن نقول أن هناك تكامل بين الجناح السياسي والجناح العسكري في المقاومة؟ يعني هل هناك نشاط سياسي موازي للنشاط العسكري؟ هو بالتأكيد نحن يعني رأينا من الساسة من ضحى من أعضاء المكتب السياسي مثلا لحركة حماس، من ضحى بأبنائه ومن ضحى بفلذات أكباده. رأينا الدكتور خليل الحية الذي فقد ابنه أسامة وابنته هالة وأحفاده الاثنين. أيضا رأينا قادة في حماس مثل أبو أسامة أبو هين الذي فقد والده وفقد ابنه وفقد أيضا ابن عمه. هؤلاء القادة هم ليسوا فقط قادة لمجرد الحديث والخوض في معارك السياسة، هم أيضا قدموا هذا التكامل، يعني أوجد نوع من التكامل في الذهن الفلسطيني بأنهم أيضا يدفعون ويضحون كما يضحي هذا الشعب. التكامل العسكري التكامل بين الخطاب العسكري والسياسي كان هذا واضح وكان هذا ملموس، يعني كان الدكتور سامي أبو زهري يصعد إلى شاشات الإعلام باستمرار يوضح أي وأيضا يرد على أي مصيدة إعلامية يمكن أن يعني ينصبها هذا الاحتلال لاصطياد المقاومة أو لاصطياد القضية السياسية للشعب الفلسطيني. كان يحاول مثلا بين فترة وأخرى يقول بأننا يعني سنصعد العملية العسكرية، يرد مثلا الدكتور سامي أبو زهري بأنه فشل في حربه على غزة وهذه التهديدات لن تخيفنا وسنستمر في معركتنا. حتى بالأمس عندما رأينا أن المفاوضات أو أن الوفد المفاوض في القاهرة بدأ نوع من الضغط عليه، رأينا القسام يصدر بيانا بأنه يعني سيصعد عملياته ولن يتورع عن العودة إلى المعركة إذا لم يستجب العدو إلى شروط الشعب الفلسطيني في كسر الحصار عن غزة. هذا التكامل كله هو ما أوجد هذه الثمرة من النصر ومن الثبات والصمود للشعب الفلسطيني على الأرض. أخت وردة، نعود إلى هذه الكلام عن المفاوضات، وانت الان قلت ان هناك ربما بعض ضغوط على الوفد الفلسطيني حتى يتنازل على الشروط من بين شروط العشرة. اولا، هل هذه الشروط العشرة حسب الفلسطينيين عامة هذه الشروط مقبولة وترضي اهل غزة؟ هذه اولا. وثانيا، اذا كان فيه ضغوط من اي جانب، وهل يعني يمكن الوفد الفلسطيني يصبر ويبقى في موقفه بدون رجوع الى الوراء؟ هو بالأمس يعني صرح الدكتور إسماعيل هنية قال ما لم يأخذه العدو على أرض الميدان لن يأخذه بالسياسة، وهذا موقف واضح وصريح من حركة حماس بأنه لن يكون هناك تراجع عن هذه التضحيات وهذه الدماء. كلكم شاهد المجازر والأشلاء وغيرها من الانتكاسات التي حصلت للشعب الفلسطيني، لابد أن يكون الثمن أو يدفع العدو الثمن باهظا وأن يعيد للشعب الفلسطيني الكرامة والحرية كاملة غير منقوصة. هذا هو موقف الشعب الفلسطيني الذي فوض عليها المقاومة والذي يعني أسدلها أو يعني أعطاها للمقاومة لتفاوض عليها وللوفد الذاهب إلى القاهرة. ما علمناه أن زياد الضاظة وخليل الحية من حركة حماس وأيضا خالد البطش من حركة الجهاد الإسلامي قد وصلوا في ساعات متأخرة أمس إلى القاهرة. هناك ورقة فلسطينية قدمت اليوم، كان هناك اجتماع ثاني مع الوفد الفلسطيني. أيضا التسريبات كما قلنا بالأمس بأن هناك تسريبات من صحيفة الرسالة نت قالت بأن الضغط الوحيد الآن على مطالب الشعب الفلسطيني بإلغاء موضوع الميناء البحري وموضوع
المطار الجوي، هذا الأمر مرفوض سواء من قبل الجانب المصري أو من قبل الوفد الصهيوني. هذين يعني يعني أرى أن هناك مصلحة مشتركة في الأمر لكي يبقى قطاع غزة يعني له منفذ وحيد هو مع مصر فقط. هذا فقط الضغط الحاصل. أما زياد النخالة فقد أكد بأن موضوع الحصار قد أصبح وراءنا ولا يمكن العودة إليه، أي أن معبر رفح سيفتح إن شاء الله، وهذا مكتسب حقيقي للشعب الفلسطيني. ما يؤكد هذا التصريح أيضا لزياد النخالة النائب أو نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن هناك قبل قليل أعلن عن اقتراح ألماني فرنسي بريطاني لإرسال بعثة أوروبية للمساعدة بفتح معبر رفح. إذا نحن نتحدث عن أن أغلب الشروط التي وضعتها المقاومة قد استجيب لها دوليا حتى وبرعاية دولية، ما عدا يعني الخلاف الحاصل الآن حول الميناء البحري والمطار الجوي. بتقديرنا وتقدير المحللين هنا بأنه يمكن للمقاومة يعني التغاضي عن هذين المطلبين مرحليا وليس أبديا، في يعني نوع من جلب المصلحة للشعب، درء المفسدة أولى من جلب المصلحة في هذين الأمرين، وتحقيق المكتسبات ووقف إطلاق النار والتمتع بهذه الخاصية من فتح معبر رفح وإمكانية إعادة إعمار قطاع غزة. شكرا شكرا أخت وردة، بارك الله فيك أختي وربي يجازيك أختي من غزة. تجي وردة تنغمس غزة متنا واحد مشغولي فافون ما نبداو الهضره كي قمتنا الساعه كان الفيديو تخمرت ولتما سعاد يوسفي تفهمنا هذه الشروط اللي تخدم المقاومه ديال المفاوضات قمت نولي كنوا مع النوارو غار ثقره غزه حفص النذمنيس 72 ساعه امين المقاومه من فلسطين يا اسرائيل مسفهمن يوكن اسحف سني من غي 8 صباح قضلين 3 أيا جين سداون وصايان مصر أرثورا غلين 1834 شهيد ذي غزة سجمين إثبذان القراف لاس إسرائيل مازال الجسان الشهداء نظن مازال إثن سداوي خامن يهودن إغالن لمن إسرائيل جفذني من نسن غف ثمنات غزة سنفس ساعة وقبل أسحب سني من غيب وغارسن وقبل بايجي حماس فكد المطار بينس إيوكن أسحب السي من غيك وإزرائيل المطار بيجي قارنتد يون إلا قد حفظ إسرائيل ثيثة غف ثمناط غزة وإلا قد تجفذ إجوندي نس غف ثمناط أجي سين إلا قد تضمن أسحب السي من غي إي فلسطينيين يكويذ المقاومة يكت حفظ أبومبارديك خامن ثلاثة إلا قد كس الحصار اكتوح 8 غف 8 غزة 4 إلا قد تلدي يكل معابر اكتوين غر غزة 5 الخذماء إيوكن نذعونن أذبنون غزة إمي الخسارة ينس سواتاس 6 ثيل اللي ذي صيادة ذي قوامان غزة أرمي 12 ميل 7 إلا قل إيغوبور غزة الديوغال غال خذما ينس 8 طلب إيوكن أتخدم البور ذي غزة 9 إلاق أتكس إمي سمان ثم ناظين يتوازلن يتسكرن الاحتلال الصهيوني 10 إلاق أتسرحني محفاس يطفن ثقريقي 11 إلاق أدارن أين يبون الممتلكات بخيفي نار المؤسسات سدفير إمي عرقان 3 إسرائيليين 12 إلاق المستوطنين اليهوديين أذحف سن تييثة نغثة محقرانيث غافي فلسطينيين 13 إلاق أخذ من مؤتمر دولي ذي ثمورث النرويج المشاركة نتمورة بعرفن تسنمين يكود ماريكان يكود تمورة نظن أقوري دي تدون ثورا سذفير المطار بقيد في كانك المقاومة يكود سذفير الهدنة نغس حفسي من غي ذا شو اللي يتراجون غزة دي قسان إدي تدون إيش كاتش ولتمثلنا سعاد يوسف يجي دي خمنا ربورتاجي قام شطح سفا منا دي
مطالب نعاشو طلبن المقاومة دي فلسطين. اقمتنا محمد داو ذاتك صحة وتنميرتك اقمتنا بارك الله فيك. اول مزورو يعني من سلسكا وتمتنا وردات تنغ مسيغزا تهضر شون في ليدي قاي يجن الصهيونيين دي فيرنسن لكن اتسفى ما شو دنا في شو جن الخلافات العمل الخلاف اللي خامني يرزون شحال ليدي قاي شو خذ من فيرنسن اقمتنا ادنوات ديني السلام عليكم ان شاء الله ذي رحم ربك شو هذاكيكم مثل أمكن توضى سليم من الحق تقريبا 2000 وتقريبا 10,000 سوى جرحن ماشي لحجك سهلن أمكن مسليت ناك القذائف المدفعية اللي شارك بومباردين ناك يهضر ديون عسكري ناس قرنا نادو كثمرة وقدود نغزة لسيفيلاقي ولكن انك امبوسيبل اتيفيتي شغلي والماء اللي لاز تسرصد الماكله سوف لان طابلا انت لاز السيني ضوالي سوا نيخ وتشتشارها المدافعه كي نغلق القذائف المدافعيه انها يكون زمر تكونترولي كاتن سما هذا حوزني خامن سما تي با كونترولي كيكيكن دونك دون باراد تفكر لوردر باش تكثر وكدود دون طربار القذائف اللي اتحزوا جدود ولكن ما تولد النتيجة مثلا سليم واحد تقريب 90% باسمي ذي المحنة قلنا نغزة سيت مناط باسمي ذن إزرائيل سيد دي سيفيلو كي يقموثن ما تروح ذا الجهة باسمي ذن إزرائيل وتنسن العسكر نسن ثوراني هني حسن نستاقي حسن نس مليح مليح يرنا مردو المطالب باقي تهضر دابا محمد دوغان شرح في المطالب كيف كان هذا شاف لي ديكا خاطر سقسات نقل باش نخمم تي كومباريزون في الكيرانيك تاع نابو لي ديكا نتورا اكثر في يعني شباب دينا كاين يعني سي با بوسيبل كشاك دو تروا زون اسرائيل دا سيت سوات تنعال فيلم هذا توغال ما شاك دو سمين تقل مسلاد في لاساك مثلا سليم مرات اللي امكي ثور قصب قداش ان اجوندا سميت لوبيسيونيست كي يتجدد يدو سي نورمال وكدي توري شري يخدم ولكن هني سعى نخذ مار الزات باللي وكدو داك كاع شن دي غزه يقسى على لي برانسيب كي المقاومه يفهم شري يخدم الى قاسمحون اما تلحوظ ام كيف غني هني اما اكمحون خطر اقداش نسنا الزات افلسطيني وتغمير دي دي سي بوسان اكلا طريفه كي خدمت وراني هني بوليتيكمون الحونا رزدات دي بوان دو في ميليتير ولا قرا ذولي ثغص الصرغور لان شفا كاين الهدنه كيما قالك يا خويا الطف بصح كي بروف كي كي شو لا كونتي سان فلسطيني كاز كاد دون دو زون دون اون انيت سان نوت دي انا مع انا هنا نكون نلقى انسين باللي لو بلون سن وزمنا راه حبسن مالك راه حبسن الناس وكوساكي سكوس ويسين تورا هنا ما يخدم الخدمه كاك مثلا سليم ils sont assurés sur le jihad masar بلي ديسيون راسني فتحن تبورا بلي راه ديسيون ما راه وثن ضفرجن فوق قنوان دونك لو تي كومبار مي اسمي قال الدكتور مرسي قال لي داس لوين مصر يساد السيسي ثورا فدنا انت لي دوني زرني هني ساعه نسمى تاكيدات ساعه نضمن بلي الجيش المصري وتحرك فهمت سي بور سا بظن الرغيفا كينسن سي بور سا بظن الرضمانا كينسن اكثن ام كيف غال دونك ديسي دو ما الحوال تسالسيتات في الدلن باسكو يا ديبرسيون على ليشيل انترناسيونال والحرب كي خدمت وراني هني زران باسكو يا دي كومونيكاسيون سي الامريكان راه اسرائيل سي لوروبا اسرائيل يا دي كونسيكونس بوليتيك مثلا سليم يا دي كونسيكونس ايكونوميك يا دي كونسيكونس سوسيو بسيكولوجيك اين يعني انا اكدود نغزة لو فات اكيني بار اكزومبل المطار دي ثمناطن اسرائيل ثاني فرا لي زافيون تروحو نرار دينا حب يقول ويقد يفغانا دي روح دي رزول انت مورتني لي زايك يعني كي نصروح وران دوك لي بلاج نسن فرغ دي بوينت في ايكونوميك سي نورمال التجارة تنقص العلاقة السياسية تنقص باش نهضر في لي بيرت نهضر غرا قلجان الصفحة كينا كي سيجبر ايزون بيرت دابا بري 40 مليار دولار كومبيرت ليكونومي الاسرائيلي سي نورمال تخسر هنا تخسر نون سولمون ام كي قلنا دي الدمسه ليكونومي تخسر العلاقه السياسيه تخسر
العلاقات تسمى شغل الاجتماعيه النفسيه ما لا توالي ذاك كي الحرب باقي خسر انت كما تناصالي ماشي بور سا لو كان يولا ايمان سند ربحن وسعنا راه ولكن باسكو نوالت ساقي في الحق الهدنه ني وثن لي زيكول وثن المدارس دونك اللي ينسن ما حبسن ماشي باسكو فان نصلح اللي ينسن باسكو وبوين ثيثا دونك راه انت سالي كي سيرتو لي كونديسيون كي المقاومه ساكن وتمثلنا ام حسن سي غزه. ام حسن السلام عليكم اختي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام حسن من فضلك يعني السؤال البديهي الاول، ما هي ملاحظاتك بعد الهدنه هذه؟ هل كيف كان احوال يعني الهدم، هدم المنازل؟ اذا كانت حبينا نقارنوها مع الحرب الاخيره مع اسرائيل، كيف كانت الهدم وكما يقولوا للديقه هناك؟ لا يا اخي والله السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحرب هذه كانت قاسيه جدا لانه حجم الدمار اللي اوجدوه اليهودي كثير في البلد. المناطق الحدوديه معظمها مدمره، بعدين يعني اشتغلوا شغل جنوني، التدمير على طول، قصف البيوت على الناس، على الناس اللي موجوده فيها. كانت يعني المره هذه كثير كثير يعني حرب الفرقان كانت صعبه. اول يوم كمية الشباب اللي استشهدوا حوالي 300 شاب استشهدوا في لحظة واحدة، وهذه يمكن أوجدت حالة صعبة عند الناس. كان فيها صحيح كان فيها استهداف للبيوت، كان استهداف للمساجد، بس مش بالحجم اللي بالحرب هذه. الحرب هذه حجم الدمار كبير في البلد. الأخت أم حسين، يعني كيف ترين مستقبل غزة في هذا الظل التهديد الإسرائيلي في أي لحظة؟ يعني إذا كانت كل عام ولا كل سنتين يجي اسرائيل تهدم وتقتل وتشرد في الفلسطينيين، يعني ما الى متى؟ يعني كيف ترين المقاومه؟ ما هي دور المقاومه الان؟ هل هناك حلول لهذا المشكل يعني اللي صعب يعني ايجاد حل له؟ ان شاء الله احنا نتامل في الله سبحانه وتعالى خيرا، ثم في يعني عداله القضيه اللي احنا حاملينها، ثم في اخواننا المجاهدين انهم هم ان شاء الله يستطيعوا ان يردوا عنا كيد اليهود الى نحورهم. والحمد لله استطاع الشباب انهم منعوهم انهم يدخلوا غزه. الحروب اللي فاتت كانوا كثير يدخلوا ويخربوا في البلد، يعتقلوا الناس. الحرب هذا الحمد لله ما استطاعوا انهم يتقدموا، ولا يعني تقدموا في بعض المناطق الحدوديه، وتقدم محدود جدا، وكانت خسارتهم كبيره. فاحنا نسال الله انه ربنا يعني يثبت اخواننا المفاوضين هالجيت اللي بيتفاوضوا، وثبت اخواننا المقاومين على شروطهم، بحيث انه اذا اسرائيل ان عدتم عدنا برضه، اذا اسرائيل بتفكر انها تعتدي علينا برضه المقاومه ان شاء الله الها بالمرصاد. يعني انت حترد عنا الكيد تبع بني اسرائيل. يعني انت ام حسين انت راضيه بشروط المقاومه؟ هل كانت هذه مطالب الشعب الشعب هذه مطالب الشعب الفلسطيني، هذه مطالبنا من زمان يا اخي. احنا لنا 8 سنوات محاصرين غزة، الكهرباء كانت تجينا 8 ساعات في اليوم، واحيانا ايام ما تجيش، احيانا ايام المحطه ما يدخلوا لها وقود. بهذه ازمه الكهرباء بتعمل ازمه في كل الحياه، لانه عارف انت هالايام الناس يعني تعودت على الكهرباء وتعودت على التكنولوجيا. بالذات في غزه عندنا المستوى التكنولوجيا مستوى التقدم كثير عالي، فاحنا يعني كثير بنعاني. مثلا بنعاني في السفر، بنعاني في الحصار المعبر، حوالي 500 شهيد استشهدوا شهداء الحصار بنعتبرهم، لانه المصريين كانوا مانعين حد يسافر. فمش معقول يعني نضل احنا نعاني زي هيك، واحنا في الخط المواجهه الاول مع اسرائيل، واحنا اللي ان شاء الله بنرد اسرائيل عن الدول العربيه والاسلاميه، نضلنا نعاني بالشكل هذا والكل بيتفرج علينا. استنينا الامم المتحده ما عملت شيء، استنينا الدول الاسلاميه ما عملت شيء، استنينا الدول العربيه، وكان اتفاق في الحرب ال 2000 بعد حرب الفرقان انه الكل يرفع الحصار، ولا دولة عربية تجرأت ورفعت عنا الحصار. فيعني في مثل عندنا مثل بيحكي في بالفلسطيني بيقول ما حك جلدك مثل ضفرك. فالجد احنا اللي بدنا نتصدر، واحنا اللي بدنا نرفع الحصار. الشباب الحمد لله ان شاء الله يعني تصدروا للموضوع، احنا ما اعتدينا على اسرائيل، هي اللي اجت واعتدت علينا. فاحنا بنرد العدوان مقابل اننا نوقف العدوان، بدنا برضو نرفع يعني نرفع المعاناة عن شعبنا. أخ أم حسين، ربما أنا عندي سؤال سياسي نوعا ما، يعني هل فيه أقوال يقول أن الآن إسرائيل نجحت نوعا ما في
تغيير مبادئ لطلبات الفلسطينيين من مبدئيا كان طلب العوده الى ما قبل 75 67 طلبوا يعني القدس تكون عاصمه فلسطين. الان الفلسطينيين للاسف يعني رغم بسبب ربما خذلان العرب والامه الاسلاميه الان يطلبون فقط المعيشه في غزه والحريه في غزه. يعني هل المطالب تغيرت لسبب لا احنا لا اخي الفاضل عفوا احنا يعني هذه المطالب ان احنا بدنا نحسن الظروف الحياه مش من نوع احنا ما احنا حنسكت لفرعين محتله بلدنا ومحتله القدس لا بس احنا بدنا نعيش بكرامه شويه وبعد هيك ان شاء الله هذه خطوه للطريق على التحرير ان شاء الله يعني هذه مش انه احنا بدنا نتوقف وخلص ونقول انه بدنا نعمل هدنه وبعد هيك خلص بدنا نرضى لهم انهم محتلين ارضنا ومحتلين احنا المشكله مش في تهديم البيوت والمشكله انه الناس تشرد شيء زي هيك عندنا هدف اسمى اللي هو تحرير البلاد وتحرير الاقصى وتحرير القدس هذه الهدف الحاجات اللي احنا نسعى لها وهذه كلها يعني محطات على الطريق احنا لا يمكن ما بنتنازل لا عن القدس ولا عن التحرير ام حسين ربما السؤال هذا طرحته عليك البارحه هل الان الشعب الغزاوي يعني الشعب الفلسطيني في غزه يحس ان الان في تغيرات وربما حان الوقت للشعب في غزه والشعب في الضفه يكون شعب واحد وحكومه واحده وجيش واحد حتى يتصدوا للجيش الصهيوني موحدين يعني ان شاء الله نسال الله ذلك نسال الله ذلك يعني تعرف انه احنا اللي اخذنا يعني الخطوه للحكومه الوحده التوافق وحكومه الوحده الوطنيه في غزة اللي أخذت القرار وغزة اللي ساعت إنها تعمل حكومة توافق وطني فإحنا نسأل إن شاء الله بالمقابل الإخوة هناك برضو يعيدوا سياداتهم ويعيدوا حساباتهم يعرفوا إنهم وجودهم مع شعبهم أفضل بكثير من إنه وجودهم في الطرف الآخر كيف يعني احتياجات الآن الضرورية للشعب في غزة ما هي أولويات الاحتياجات في غزة الآن حاليا يعني الشعب في غزة بقول لك إيش تحكي المقاومة إحنا مع المقاومة يعني إحنا إيش بدها المقاومة إحنا مع المقاومة أولوياتنا في عندنا أولويات كثير يعني وهذه أولويات بسيطة بالنسبة للأهداف السامية اللي إحنا بنتطلع لها من تحرير ومن تحرير الأقصى ومن تحرير بلادنا وتحرير اليهود لكن في أولويات تعرف فقيت أولويات الإعمار الناس اللي تهدمت بيوتها أولويات إنه برضو أول إشي يعني الحاجات المستعجلة إنه بدنا نركز الناس اللي في مراكز الإيواء نوجد لها أماكن تعيش فيها عشان يعيشوا برضو بكرامة على بين بيوتهم والبيوتهم مهدمة ما مثلا تنبني هذه الحاجات اللي يعني هلقيت لازم تكون أولوية بعد الحرب وبعد هيك إن شاء الله يعني بكون برضو ترجع عندنا الحياة تصير يعني نعيش الإنسان بكرامة لما يسافر الفلسطيني ما يلاقي الكل بهدله والكل واقف له ويمنعه من السفر احنا مع بربصر المصريين ما بيفتحوا لنا على مزاجهم لكن يوم حتى للجرحى ما عبروا لمجموعة من الجرحى ورجعوا الباقي فهي احنا عندنا يعني كثير حاجات بس ان شاء الله يعني ألا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى لينين كالحديد يعني إحنا صابرين ومتحمدين الحمد لله على أساس إنه عنده أهداف كتير أسفى وأكبر من إنه بس بدنا نعيش كويس وحاجات زي هيك أخت محسن ربما السؤال الأخير هل أنتم اتصال من العالم الخارجي تعرفون يعني ما يجري في الخارج من مظاهرات وحتى هنا في إنجلترا هناك وزير متابعين كل إشي لا متابعين كل إشي هنا ما رأيك في هذا الوزيره في هنا في انجلترا استقالت تنديدا بالموقف الانجليزي طب يا اخي ما احنا اصلا مشكلتنا من الانجليز يعني من 1916 بعد بلفور لما ادى اليهود بلدنا ما هي مشكلتنا اساسها من الانجليز يعني احنا لو بنجي نحاسبهم حنعمل فيهم زي ما عملوا زي هم اليهود ما بيعملوا في الالمان هالجيز ولليوم بدفعوا الالمان بدل الحروب اللي بيدعوا انها النازيه شنتها عليهم احنا الجيز إن حق على بريطانيا لأنه بريطانيا اللي أدت بلدنا هي كانت لا تمتلك الأرض أرض بلدنا لما أدتها لليهود فهي استقالت برضو كويس منها يمكن ضميرها صحي شوية وعرفت إن هم البريطان هم سبب مشكلتنا أم حسين من غزة شكرا جزيلا أختي وبارك الله فيك على المداخلة
أما حمد الله غلا أشد قالوا تمتنا محسن سقسات السؤال كيف عارف شنو سقس ما يفهم الله السؤال كيف سقسان كيني ناس شو تحوج متورة بعد ما قبل واقي قبل واقي نا خطر تورا قارن يعني لقنا أنا غار تورا الأمر الواقع متن شحال متن ميانا 64 يهوديين متن قريب 2000 فلسطينيين يغزونا هنا عمر بن شاء الله تقول له بالشهداء وعشر قريب 10,000 الليبليسي بصح اقر تيجيش على انتصار للمقاومه اسك يعني بعض الوقت انت اذا من ميجي المواني رخيص 1.0 64 جويف 2000 اللي ميجي المواني قال نكونوا انتصار اسك المعادله فهمتيش فايتنا المعادله نورمال نكونوا ميجي المواني اكس 1 اكس 1 يسوى يسوى اكثر بنين كي هون ترى نغالن دا 2064 نفرح كم كوا مال ترى لقد نحل مليح الامر قاسي مثلك دا نكوني سي السنوات تقلا صوح صار ولا شو نغدي في كنافوس انك نا لوروب نا الامريكا نا تيمور يسلم نا تيمور بعرفن ولكن الحاج رانز من الولي الاخت كيمرات تمسلاي الى قد ناليزي مليح ما كتمسلاي سكول تمسلاي الايمان ثم منس الحاجة ثانية كن كوني المبادئ أجي ويجي باش هذي يعيشوا وجدود أغزاوية خطرة شوي لأن نسمح بالصيد سمح للفلاحين سمح بزراعة سكان غزة لإفراج عن الأسرى وقسي له مينيموم إنك اللي الدنيا بتتر تنقبلنا راه سما باش ندخل من لايروبور ندخل من البور اكسيتيرا وقسي له مينيموم ولكن المبادئ في مقارنين أقل غير اللي قنت سوى حرر باسكو اسميت الصهيونة كي بوينة اسميت القاعنا الدوزيام دي شوز اللي كذا القضية القدس دونك اكدود نغزي تمن كان الحوايج من نولي سيت مناطا كي بو سميت الايمان اتفض باللي كاينين كوني نقدم مد وكدود نقدم مد ارقاز المقاومة في سبيل الله خاطر من صور سي الجهة كي أكيني نكون ماشي نين ياك ترى ما وين تواني ناس الإيمان نا وين تواني ناس الإيمان ماشي كيف كيف نهني ترى كيني نكون نخسرارة فهم أكيني إما النصر إما الشهادة فهم الله ما تنا سالم نهني ما ردي مسلاني كذي كنت تولي راس الخسارة وقل دغن سيل جاء ثيد بذل الله سبحانه وتعالى حقيقة أدي في قلوك اسميت سياسة قل خارجة مكات الحو سياسة بعرفن سياسة بوينس المن أشوي ضرون دي غزة مكارت ولا قمتنا سامين الأمر قري ضرون دي غزة هذه في الدل تخمم المستقبل التصل لحوية جري أري في الدل سي الجهة يجي ثم نطاقي ثم شطوح يقدم منك شو هذا أجي الدوني ثوكا استفرج لك ولا تتوهد من سوار رشيس يمغار انت مغارين يخم انت واهد من ثنيك تريسيتي ولاش مرات لا لاش لأن هذه رمضان القوت ولاش وقيت تضحية ثم قرات فالله سبحانه وتعالى تولي الحوايج كي مرة تضحي ضاق مثلا سليم اوتوماتيك مو ارزداس فكيك تقرا سي الناحية مكارا تخمم من نيني باقي مرة ديال سان بوليتيسيان ذا غن وريتوني انا لا سيتياسيون سي الايمان اكدي فيك تحليل ويض مم مرة ولا كي اكيني سما تولي فاكتور بسميت النجاح تولي فاكتور نربح زعما اتسلي ديت مناط الاسرائيل سعى القوه الدوني دي فرا كل سما اش باك دينا محمد اسك تورا الكومبا اللي يتمثلنا الفلسطين تلمو يمكن كاين الخذلان يعرف الجماعه العربيه انا امام لوينو جاتن اسك لو بوت نقال الديبي نقال لاش دوموندين اسرائيل جات صغال تثير الحدود قبل 64 1967 هذو قال لنا قد كان كاع الاراضي تورا نولي لي كون شحال بون شابون القاع فنان فنانس فنان يعني خمني لي كولونيشن تورا تيلمون ضعف الامه الاسلاميه كي نكون تورا تيلمون مكدنا ضعف كي تورا غزه تورا دوموندين كان غزه كان غزه ما لف كان ما لف كان الشروط كي تسمى زين تسمى ازمن مي باش دوموندي اكثر خاطر كان ولدك دوموند هناك هناك هو كاين كل المينيمو هناك ثورا مال الحقر ثاني ثورا يونس وتديك تشمر الماكله وتديك تشمر دوز مال هذا يحرك وزما هذه سفر ثاني بلوك ثاني داخل الحبس يل بو بو فور مي ثورا دونك مالا زعما ادني ثورا في كنس ادني في كنس وكذاك لا لما بدي ذي مقررن
الا قان الليبرات اما واحد نولي براتيك اسنين في كان رانا زندو كذا قبل انت ابار بالك لايروبور شو كارس نقفلون خاطر لايروبور لي ان ريلاسيون فيك انترناسيونال دو كذا بالك شي من الحوايج انا داخل ثاني البور شو كارا سي مي ما سمحنا سنو كلا كي تورز كل حماس ان با نيكسكوز بور المقاومه فهمنا شي فاك ديال اسكو بي بون نونسي ديال الزمره ديال ان با سميت ليكسكوز داكي يعني انا نسميت ثقره ولا كي اري ضروني وريك من يضرنا الزاد كل يوم يلعب لي لي كارت سان بوسيبل تراك تشيني تو دوموند لو مينيموم كي المقاومه كي علاش دوموند دوموند الحوايج كي باسكو كدو ديال اثن ديال المضره ثاني توان طارق مثلا سليم التريسيتي ولا شي الماكله ولا فام دوموند تو سي تم بوبل ثاني ثمانات ني طريز انتيليجونس ثاني كنكون نتابع دوموند التكنولوجي الحزاز ولكن ثنيك قلاغ نسعى الكوراج نسعى الجد نهقد ديما انك ثنيك نعود توم عودنا فما الدوغال ما دلوغا صافي ما جات ترونكيل كي حمل النهني الدوني ذا كا ولي تتفضل نكون نحمل الموت يعني ما جات ترونكيل اسنيني غازا طاي جات ترونكيل عاش غازا دي بيان تسمى يهودي هنا صهيوني انا نعيش نورمال توني وليش انا ندونجي ثاني وكي غازا ما فهمناش فاك دينا تسمى اليهودي هنا كيما خدمان أسامي ما كما يون تبوضاس القاع ينس تبوضاس القاع ينس تبوضاس تولي الدروا ينس هذه قمة كي تفرج ديك لا استولا سام كني سا بار اكزومبل كي ناك لا جون طيب خطر بار اكزومبل كي سير سنت ورقنا كينك كساعة كمتيت هكا ومن بعد اثكر ضد كذا قد قرات كي سنت ورقنا في كي سنت ورقنا كي ومن بعد كي ناكوك تكغارا ومن بعد كسري كارك تاكي هكا ومن بعد كساعك تيستاكي تو كما ضفت تاكي تصوت هي تصوت هذا هو بعد ضد الحقار ثنا اي المشكل ما تلحقدر تاكي لا على ممكن كم كان ديجا وانت ما ساكت تصوت هو قال البيت اللي صهيوني هذا تفضل السياسه رزات وزاد شور يضرون من ترى بوليس ما تفهم ليش لا بوليتيك الصهيوني ما مثلا ما من ثلاث ثنا ثنا تاكي المبادئ اكي سمع اضعف الايمان تاكي الا قرات الا قرات سوى المبدا مقارن مثل راك تشيني دي لا سيتياسيون ان ديت الليض وسعد راه الماكله وسعد راه الدواء وسعد راه لو مينيموم زمر ضر مصادر القوة ثم قرر ترى السوف وضع دوسي القاع خطر القاع قيل سن بوناس انتقم اثنى سالي ويقي سعنا نجون دا اسميث سعنا نجون دا باش ادمحون لبابل اقي اقلان دي المقاومة تهضر دا في القدس القدس ماشي حشم ثم سلتن غزانا ثم سلتن سطيف القدس بونسن منو كني اي غريك دلنا ثورا ثنيك يعرف نولاش ينسلم نولاش اتفرج دقنا كاكي جان ولكن انت تمد نهضر في المبادئ اكي المبادئ اكي سما تمشي طاح كان كي حوايج هاد السفاضي محفاس هاد اللي مع بن ما ما السفاضي محفاس محمد عطان زاد مش فاد متفن الصهيونيين بونت الحماس مس القسام ومن بعد سرح نازد اكونديسيون سرح يتصل لي بريزوني الفلسطيني سرح نازد ما ترد فانت انت خمس سنين تسجل فانت ديوني خاطر زاد علاش هذا سر ولا يعني غير زي كيما تقول الله شو ظروف قلت له مالاش هذا الدو كذا كيف ظروف ديبرسيون بوليتيك ضمانات شو اللي غارونتي ماشي انك ثورة شو الحنا بزاف هذه اللي ديبرسيون بوليتيك خطر نهني ثورة شو راه خدم من مثلي اللي طرف قال خدم من الان بيلون فهم الله سالم هذا خدم من بيلون ادوالين اشو المصالح اشو المفاسد اسن دبو سميث اسن دبو من غياكي ما ولا يمكن يسمعك دينا باللي لو كانت المصلحه واش كي غرض حفسل خاطر نسقسي من غياه الطارس عن النيه باش نقنا يمشطح باش نقرانا قدود نغزا خدمنت وحفسنا مي حفسنا كاكي وقدنا في المصالح نسن ولكن حفاسه كي فانت بينن باللي ديال سماس طريقه سياسيه هاد نوال هاد نوال الى قضى هذه الانتميليت ديال ديال خارج المكان يضروا دي مصر تورا هاد غير شروط فما ولكن وجد الدرس نسنا مكان توالي باللي مكي كدنا الاخت كي دي عندنا تورا تنا ياش زيك حتمن لداخل تاوين مدن تاوين تندي محفاس ناك ولكن فريدا كي يقضى عشان وفري تو سيس ندي وعر مليح مليح باش شاك شمال اه لو كاد نوالا لي كونديسيون هيك اسك تعطى تشري لي كونديسيون اسك لي كونديسيون فانت اشو لي كونديسيون تخمض يعني كوم كوا الحاج الهان ولو كان لو كان تطبقون هذه اللي عندنا في المنفعه بزاف وقدود غزه والله هو اللي قدود غزه تراك تسوفري الى قص مشيت لنا فتح معبر رفح وقيسي زيك طالع فنت كومبلي ديك الحصر في الناس نداغن
ميتاقي أمخي فتح ما برا فتح ما مصر تفتح الحدود وتخدموا له نافي شو تخدموا له إنك فتح ما برا فتح كاملا وجهه له تحت الإشارة في الدول تسمى هذا شيء اللي اسمه شغل دي كوميسيون ما لدوانة الانترناسيونال إيه بيان سور سي نورمال هذي اللي الكونترول لكيك مثلنا خطر شو يحواجه وقدوز نغزي يبغى هذي عايش يبغى هذي يخدم بس مثل اثنيك نكوني الحاجة المبادئ للإنسان تفهمه ذي الحبس إلا ذي الحبس إلا نوزي ميرا ذي يفا باش هذي الحطر ممن المسجد الأقصص ما نارها مسين سين دمون 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 سماحة بزيارة سكان غزة المسجد الأقصى خطر يا كونترول طري طري سيفير تفهم مام القان سمسكتي في اللي حنا يقرف لنا في الحدود وزمان ميبا هذا ديك شما كنات ننغن ما يروح دي ديباسي شوية دي البحر دي البحيرة لكن غزة سما دي ديباسي سيرتان ديستونس كسن تفهم إلا إلا نبلون باش تنمحونا قمتنا سامي سالم تفهم مادنو غدا الجهة الترسيثة هذا غاز تسقسات في المينيسة قاية بالك وقاد يتوانين بالك نانفكزان لا داكي كوما ايام مينيستر ديال الغوفرنمون ديال الحكومه ديال لا غروند بريطان كي على ديميسيوني باسكو جا جي فال الحال اسك سي جيستان فور فور باسكو تنيك على شال بوليتيك ديفيد كامرون ني جو فوا با كي جو ان رول اقلاقا اقلاقا باش هذه حبس سميتها قام كي دير سالم ني اون فورس لا لو لوبي كي طري فور لي ديسيزيون ماشي كان كتفهمو توتي كونترولي وزمير دي هضر اني با ليبر وزمير دي هضر وحدس فهم انت الا قد يهضر شويه راه سنين فهم اي سي لوجيك كما كي توليد الرشت متاثن دوني ثوكا تفرج تو رد انت صغار بريطانيا كان عبد الوهاب كان ثمون بن سلمان بعرفن هضر انت ثمورا نعم كي كيف هذا هضره تيك ديميسيون سميت تي بوزيسيون كمان اعرف انه ولا شنو خدمنا جات تماك ناس ناس كي نقلي كزافو كي نقلي ديال الحكومه ياكي moi je veux pas participer smith au crime de garagi تحسي مانيس بلي مثل سي طرف نيسي تمن شغل شرك الرشيد مصطح انا لا تمثل هذا نوال راه شي هاد الطرطاني دا تصف لو ريساس ديال البوليغو ريساس لا شين وكذا كي نقر زيك لي الوقت جيتي ان كونتر بالانس امريكان سما الوست الى لست كي زعما ما ممكنش يعرفنا تالمون ضعف نا نكون نتشكل بالك هذه ليله كونت بالانس كي باش نكون ارجون ترونكيل تورا نسلا ونسلا رقا لا الروس لا لا الشين لا لا لي غروند بيسون سيغي اكسبو لي بيسون شو نسلا لا الصوت نسلا كل ماشي تورا مثلا ماشي نسلا لا الصوت نسلا سا عندي بوزيسيون فما تورا بار اكزومبل مالك شمض دون زون كار بوليتيكمون دون زون كار الا كتخدم على حسابك بار اكزومبل ود قرار ثمنطن الروس وثلالا تراجعوا شو قدر ندي كريميا اللي نتراجعوا ديال السنوات اللي نتراجعوا باللي بغانا سنوات ثمانة طني خاطر يا بلون باش يوكرين اسكي زمادني ليكم قبلك امريكان وصهيونيون على اوروب هنا سكت فاش قدر دي دي فلسطين وكناك نجات تو من كريميا كنا لا لا خاطر خاطر ولاش اللي روسيسون سلاكا صوتي دابيد تقال او موان تندد وما الكوندون شويه بصح ودي فانر سوتيس اشد الناس ناد لوراس سالح لانك الاسرائيل سالح حق قصد فرض في مالس وقد ينام بوتين ماشي ثورة قديناك مثلا سليم الجهة اللي يوريس ستورة اللي يوريس نسيك يعني ماشي قد خارج لاروسي سمحي الجهة لاروسي ثورة سعى ما من تثنى جوندا بلوزير فوا اوباما نا ديفيد كامرون سما سل جهة لوروب نا سل جهة الامريكان شاك فوا يزيسيت نقنعا باش هذيك شمن البلوك وستاكي شاك فوا الروس تقدمت عدنت في اللاس تيمورا اثلاث كونترول يكني احسب لا ليتواني لاتفيا اسميت الجوهني لا بلغاريا الكوتي الاستوك اللي شمن دوكا لوروبا بوناس نوك تيمورا ياك تفهمات يا هل طارك شنو يسميت القوة مليو يا ريسس أتسمح كان كاكي ويجي ذي الماريكان كشمن ذي المرحلة نين محاربة الإرهاب دورا أفين سلمن بعد ما تكفل في الأفغانستان دورا أفين سلمن تغال لين مين ميرو أن ذين سلمن ذي الدوني ثاكي أمي دوالا اللي بثورة كاكي اللي ريسس أسميت الروسكي الروسكي سعال الباكاب سعال سمال القوة سيد فير سعى الله شين سعى الله كوريت سعى وكل بي ماشي مدنا نولو فلسطينك نعم ماشي مدنا نولو
مشود مشود اننا والو مشود اننا والو سحان سياسه سنر الحونسيز باسكو كتي انا من زانتيرن سن باش من ريمان سن خطا لي زانتيري تورك مثلا سليم زعما لي مثلا دي تسدونا ديرين لي سانكسيون في الروس لوروب اثنا تجمع يمانيس في الروس باش تستخدم مثلا لي بروف كوم كانون دي سان لافيون باش تستخدم السحب سوك يديري من اللي ريشي ناس وكارنت سواليك مثلا سليم c'est un point positif arrive de l'insiasa on a fait sur site et tout le monde a dit le positif dans le coup j'ai dit de l'air c'est la tchère l'hawaj arrête à l'entoura خطر نكني مرات ولات تيمور بن سلمنا قال تيمور بعرا فينا نسقسي منا يا هل طارا نسعى القوه نكني يا هل طارا نكني لا كونيكسيون نغنا الارتباط تاع السمور بسميث الاوروبا كي يتسود الفايدة رزاتنا خاطي ان كذا غنا رزات الالمان يد لحقنا الغاز الغورس سيلسيس مناط اليوكرين والانكار لي زيدرو كاربيرا كي تسد في الروس لو بريمي بي كي فا تيتر توشي سي الالمان والالمان كي القوه ثم قرات لان ديال الاوروب ديسي 2017 اش راه يضرون ثمور ثقي ما راهش في ديما يا مين كي ام واحد تكمل لك كي سودي القضيه اش راه يضرون الاوروبا القضيه كي بالك نهضر في الاسف الحاله على الفيتور مكتور الاوروب مكتور سي تي سي تاع الدول العالميه بصح كان مازال دوالا تم ستيك فلسطين واش ما غادي لكم كالو راه لان لا روسي الموقف نسي في الدول كوم بارابور زي بزاف هذا بدل هذا بدل نطاس الحوايج ما تناسب هذا بدل نطاس الحوايج باسكو شو ضرون ديرو ديال لا ديناميك بوليتيك اوروبيان من هو لي بار اكزومبل انا ولينا انا ولينا البارلمون دو لوروب سي 18 فرنسا 18 انجلترا سي ليكستريم دروات القوانين نت بدل لنا بزاف مم لي زوروبي كي دو ليست ديو سنر تمورا كي بوسميت لوروب كاين يوم تغمير هذا قداس نهار نروح اي غرم كي كدا نيغ السنوات هادي تسن لوروبا كي اسقسي راه نسقسي يا هل طارت قيمه كي سودي ناس سوا فرق اخطر اسقسي كي بالك نوالا وصدنا وكان وكذا يقدشوا تساسي تاكي ادوغا القضيه كي فلسطيني مثلا محمد امكس وشني لا تريفاكينا على السيسي الفاكي مسفهمنا سبا اشو دي دون ابرتنا نسفاين ام كان تولا قبثنا سليم تولا باللي تروح باش تسحب صغر خاطر اللوبي سيونيس هذا يخدم المجهوديس باش هذه قبل ام كي قلنا لي وي بوان كي انكورا ابار المطار والميناء كي البور الايروبور ادي قبل ثياض النيس تحفظ اكسيتيرا خطر المهم انت دي حفسوز من نار تكمل لك لا بروف بلا كيمي ديجا الفات سون روتير رحنا الحدود يعني سون برادوار يعني ديبرسيون بوليتيك على ليشيل انترناسيونال اين يعني انت دمسا ليكونومي لو كانت تكمل لك تسخر تسخر دوك اللي تفهم ديجا لو فات وكدو داخل تفا بارتو دون دون الموند كيني باللي الفو باني الفو باشتي لي برودوي بوس مثل زاير ديت مورا ديال لوروب شاك سومان اسنفا نار فرا ليكونومي دان فاتي طار نوتراليزي شاك جور تي بيرد لارجون دونك اختسرن اختسرن كاينين هنا مي كدو داك مغزا امثاك نفكوك القيمه امثاك باش نخسروك كاكي لهني غاد نادك شمنا تلمحو نوصاي امشي كدنا تنيك الرن الحساب الحساب يفغى 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 ندم خالف الحساب ماشي الحساب يخدم تي بونس كشينا كي تسقسي سليم لو كان زراني ما نسن بلاد كمل لنا نروح ارزداد هذا لحقنا المقاومه ذوثن الشعب ذوثن العسكر نضح حفسن يعني كيش بدر بن محمد بالك لا بريسيون تاع ايميد لا بريسيون تاع نسون ولا في التلفزيون يهضر انت يظهر مضبر العسكر نسن المينستير ديال لا ديفونس هضر دوك انك نكون نحبس انا حاشا ما نبرد على كل عليه الدين يقول لك لو كان ماشي لا بريسيون تاع نسون لازم صندوق كان كاشين بومبا طومي كان غازا كتكسنا كلي دونك لهنا سي لا بريسيون انترناسيونال وكادن وكادن وكدود لي زوروبيان خاطر نقول انا راهول ماشي زعما وكادن هذا هو تنا راشي مشطاح مع وكادن نونيز ما هذا معناه الا حاشا دي اسرائيل
يسعى لي نوايو بارتو يسعى كل ياس يعني دونك دونك توالي نسالات سما وين تدبر ندير الانجليز وين تدبر ندير الاوروب ديال الملكان بارتو دون الموند انت اللي ديسيدي اسيني احبس بيان سور اسيني كمل سما ورا لا بريسيون انترناسيونال ماشي ماشي واحد سريوت كان كاين وزمان هذا يحرك واحد اش مثال مثلك يا محمد التحليل كاتب التحليل القايم يعطيك الصحه محمد بارك الله فيك وقال تمتنا تمتنا هنا بضد تقال ابو حرشم الزوريقي هذا نوع العون باش نكمل نهضر شويه في سياسه تمرتنا قمت كي النار وشي بدا كم شطاقه نوع العون صح مرحبا سونا زوفنا ونيت ما تنيس ما روح حلاش وي سين بوهل بوس كيم كي الناس لينا ناد حلاش وي سين كي بالك نهضر شويه في سيت فوق دش كيف انا كي تسيت مرتنا نزرا سوف عند ان بلاتفورم تجديد باقي المعارضه سوف عند سيد يعني ماشي تجديد كوريجي سعرنا الشكل المواد كنا شي زارتيك داخل كوريجنت و سوف عند سيد سندير لي ريغميسن و سي كي فاغ ناوي كرا بوكاني قد شنو كنسنا باش تفهمنا اشوف انا خمس سلا بلاتفورم كي شو اللي ينسن اسك تورا الوقت اسك تشجعني كبر نظام باش انا نقيم في نقيم في الطابله باش نحكوا الفلاس ناض الوقت تصب على تصب على سلي بيروس على روفريد هذا حضر وقدو تمتنا مدنا واحد مزيتو كيدنا محمد انا بدي شويه الهضره انا غا نهضر شوف السياسه تمتنا زاد سوف عندي بلاتفورم تجديد ولا دعوة دابا شي تاج داسين بلاتفورم كوريجي شو البيت شو لا شو كنا البلاتفورم كي تاج داس كل الحوايج دي جديد عندها
ولاش الحاجة ترجع تمقر تقمتنا حاشا في الأمور العسكر باللي وش كشمارة مانيس أين يعني نتسلسل كونترين مس حمروش ولكن أمكانا نتولق متنا سليم تمثل تم قرات بور رجلي لا كريز ايكونوميك دي تمورث الى خويا قال لنا ذك زافو تسوق نعن يوم مطو اتسيلي لا باز راه قبلن سميث المشروع كي بسميث نتما قلا راه يخدم من المجهود ايش باش اتساف الحل انا سمحي كان في دقيقه خاطر نقول في كيف انا قلت ما قلنا في النيض شكاني كوبي اما موزافو شكاني كوبي باش تفهمنا شو بغا انه هني اش يعني بلا ما نكشم العمق بلا ما نقول نهضر في الحوايج انا ازافو يعني حسب المعطيات حسب لي دوني ساكتوي تمرتنا اش كان ازافو فريمون سني في كم زوغ سني في كاس القيمه البلاتفورم هذاك مثلا سليم 8 اللي ثني خدم للدي جوان كي قعدان منين دوك اللي كبرن نولا لي زيماجيني نسلمي قمي كذا لايك يجرنا نهضرن توسا ولكن ازافو تمورث يكمل يخدم المشاورات بوسميث تمنداوث تعدام كي تعدن ثين فرانين مازال قال حوكا قرزة مم سميث جون كيري سميث مدبر الشغل برا الماريكان يظل لي ميخدم من القمة اللي تملي لافريك اول الى يدور وكل يشكر دمام ما نصنا ندينا انك سيت ان اكزومبل لي زافريكان انك توري لقد تكسب وقد الخطاب بسني في كان رؤساء كي حكم تيمور لافريك الناس الى قد تكسم تخمم كي تتقمم تلصقم داخل الكرسي ثمن دوث ونشق فوات تفد لمي المصلحه نون باش تطفى من الحكم. اسال الهضره في الجزائر وكي. بيان سور ما يهضر ثمن دوث الجزائر فوفد اللي الناس يهضر. يعني ولا كي بالك. يعني زران ثورا مرد في كناكا كي بوركوا باسكو المسائل تي مقارنين وكلي راه توضرسن المساله ثم خرس مساله بوسميث لا سيكوريتي المساله للامن باش هذه للمشاكل بوسميث تقدم ثاني يعني انا سميث ثمورث لافريك دونك اوباما ساكيدا ثانا دي ملي كيسن مس مام سلال داغنا دي روح لو ريبريزونتون المس ثاني روح ديش ايه سقي محمد دوغلا مثلا تجي بالك نهضر اكثر في لس الساعه كان مثلا حمو مرزوق وقيد سيل سانديكال لي ستوديون الجزائريين سيل الجزائر حمو زرف لك مثلا زرف الاول زرف لك مسلم زرف لك محمد صح العادي كاك مثلا ولو قريب 10 ايام وروتر معليش صح العادي صح العادي كاك مثلا حمو ان شاء الله كل يوم العيد غرون اجمت نحمو اني تم اسقسم زوارو في لابلاتفورم لابلاتفورم قد سوفانك كيف انت مقلا سندير لي استغرت خطر زاك شي تحضروا لا كونفرنس نيل دي جوي قاعد ان شاء الله شي ناس ك زريدا بوبرا شكرا دي لابلاتفورم كيس تحس الى حاجه دا جديد ديكس وثاني اشي مي سوفان ترى لابلاتفورم كاش خمس سيس خاطر ماشي كان يوجد اكيد ولكن راه تما غولينيو سما هنا ماشي كان يوجد في قرن يغمس الجزائر ماشي كان يوجد في تافان تعرفي تكون الجزائر ماشي كان يغمس غير مغمس ماشي راه سما هنا يوجد الجزائري خاصك دير يوجد الجزائري وزاره غنشتي الى استيوسون صغري يوجد الجزائري عندها كاين الجزائري وديزا راه كيسلك لا هذه في غادي تكون في خطر لكن كل شيء قد يغل لا ديسيزيون لا كل يغل ويجوز ما يبغاو يجوز الكاري في الصح هذا يجوز كان خطر في كاس الدوري في مونديال هذا يجوز مثلا
مرحبا بك يا جماعه. اسقسم زوارو يعني لو كان عندك كلام تي ريزومي لا بلاتفورم كي تاجطيت مع لا بلاتفورم كي كوريجي يمكن تقارن تشوفها ما كاس ندير لي اللي كان عندنا اشو كنا عندنا جديد كي لا بلاتفورم كي ماشي غادي اني كنا عندنا جديد ديكس بارابور شغل لا بلاتفورم كي شغل تخدم سي اون كيلك فور سي دو ريزومي de tout ce qui a été dit et de Nanikazam, de personnalité politique, de Nedwal Wataniyani, et il y a des gens qui ont été en train de se faire, et il y a des gens qui ont été en train de se faire, et c'est le consensus des partis politiques, des personnalités politiques, et des gens qui ont été en train de se faire, et des gens qui ont été en train C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est le résumé de ce qui a été dit et une de l'Amérique vers les personnalités politiques sur le système de l'Otanien, où il laisse le système Donc, bien sûr, automatiquement, même si c'est le Wénigland de la plateforme d'Armin, il est Wénigland سيات ولا الاحزاب السياسيه في ندوه النيه قاعد اسم كثر لا كونسنسوس صفر امتيد اشو البيتين ستورا اسك هي نوت الكونفرنس ذات سكتش جامنا لا بلاتفورم كي كفر نظام باش تصغرون اسي كوا لا بروشين ايتاب بروشين ايتاب دابور شو لو ريزومي كي توش كاس كيرا بوينيك كيرسني للندوه الوطنيه يعني شغل هذا باش تستوضب شغل لا بلاتفورم كي انت غربي والي شغل اسكليني يدير لنا نسميني سوالا ديكس ما ماشي لين يدير لنا هذا اللي وين يخصنا هذا وين يزادن شغل في دونك كل كافر كل بيرسوناليتي بوليتيك يشارك في الندوه الوطنيه يعني هذا الشكل تسنين دام باش ولا على فان الشكل دام النظام الدائري هو كان تفهمن باللي نظرا للمعارضه يشغل يتغير الديمقراطي في الجزائر شغل تقييم يتم غادي نستوالي لوبوزيسيون في مرت الجزائر يمكن تبدل السرفيس وغادي يبدلوا في مرت الجزائر دونك هيك مثلا سي مكح ما فهمها تاتش قام دي كوبي كفر نيجاتش قام تش قام كوبي وزافو يوم بعد اسك اتسي ما تعرفش فهم مو كذا كي ثم غني نون عتقيم ما طفلان فزار لي كونفوكي على كونفرنس جدات ما اش تخم نعرفوا حمر لي ميتينغ باش تهضر مو كذونا ياسير اوتوماتيكمون ندير انت ندير انت ندير انت ندوات الوطنيه على جدات اي جمعنا كل وكذا كي شارك ويا كان ومين سكرب ويني بغانا بيرنو يولد اللي مشغل يضغط حمو مرزوق كي دين في كيلا دين في كيلا ديال دي جوان كي حضر ديال لا كونفرنس نين وين خمام ديال دي جوان ديال مازافران حمو مرحبا سكي طوال دار غونا سمحانا التليفون الا نقل الصوت ديفانا ونسلا ربيا حمو قريكو كنا السلام عليكم
الزوف لو شكل تلفيف ناس مرحبا سكا الزوف لك وبردي برادني ولي أكمل نحمو تولي كان ساكد ناك مثلا محمد مقام وكحوة قدام سيو نحمسي حضا المجي الشورى نحمس يسفهمان داني لا بلاتفورما كي كونوا يعني ميت حضرهم ديال دي جوا تولك شو لا تشارجم ديال ديال بلاتفورما كي شو تفاش تمني ما تيلي داخل بالك تغرات تسك دوا قال ما تشارجم نا تشارجم الحوايج نظام ديال دي بلاتفورما كي يكون نيون سرد جون لق إيش برنامج إيش جوار أين خل من ده حاجة اللي الآن عندنا نقول كيف نكون نيون كاينين تكيما في ميلي 12 جوال ومازال تكيي في سنة ميلي نظام ماشي غلاوان مثلا إلى أدخل تدريب إلى قرب توفون الصوف يوجدوا الأدائري خطر من هدر كان في سيرتي وين وجابي خدشن دي سيرتي وجابي هدن سيرتي وجابي تايقالك استداني وليا إيجار نن وجابي نقزاران نقزاران بشو يدت دعوان كمون الزين لقد زار يجمون الزيارة طرف إذا قررنا جرمانين أطرتوا كتابة نريعا شلين إذا كان زار يجمون الزيار إذا يدوز وما زال يومين راتوا بالدس السوجب إذا كان كنا نسوجب إذا يدوز أساقين زمان إذا نسوجب إذا كان سارتي مش لان كلا يجمون الزيار إذا كان النار كد نطلع ريزيستانس إذا لا كونفيانس إذا غشين غاد سارتي ديجا لان كلا يومين نرى غاد سارتي لان شاقين نكون مطلب إذا قد أدد فانتي فرزان أذن مستيني الغشير أذن نميسين بوبيلير أذن نتلي كومبان il a fait une sensibilisation à la mobilisation. خاطر لقنا فاخيز كان نجم اثناء ما الا اجزوز الدايرين ويقبل راه هذا الدور يومين راه السي ولادي ازكا انشرح كان واحد لنا انه قال مع الدار كان بلي صالو انت سو كان تكرافا فين جرانا انت اللي جرانا ماشي في مسات اللي عندنا كون ما نبغى نتمون الزاير الى قساكي ادفغن ذذريف انت غير بالسات ومن النور ديال تمور ما الا لي مالي دابي ما انت من النور الى وذريف الى الى قنصيو اسم الزوخ ديال الدايرين عرف أن ستيو اسم الزوخ من سن ذا شو إذا سيرم فجوال إلا قن كسيرم وفدلي يالا مبنى الزيري إلا قف نميدة سمسلت وفدل إلا قيالا مبنى الزيري إلا قف الزار ذا شو إذ نيا عبوكي ذا شو تاني بغانا في السوزم ذا شو تاقين إلا قساقين أفيد مسلاين خطا ما مكينين عن اسمي ما إلا ناشين عيال روز بانين كتابان تشاري المون الزيار ناق باشين دي شارت ناقو جاري بغانا في دي المون الزيار أدينين بلي هاي لق فنشتغل الحاجة إذنن الحاجة ثمون الزيرية كم تستهمل نغاشي إلا قتيل إلا فرنس باروس إلا قابلت لزيكسيو فنشتغل الحاجة إذنن صافيك فنشتغل ويجين أصنا بنكين بلي يلي يولا في يوم قيسة في يلي غبي يدخل الفوار في الالترناتي في الفوار في البوليسي كل مشاعة يزيد الزيري إلا قابل شاعة زي المان إلا قابل يزيد الزيري إلا قاسم سيوغ مخبار إيه مغاران إيه مغاران إيه المزيان في المزيان أشياء بلي غتاب شو نبغى أكلا تبين سوزات خاطر تجيني الدايره شي دقرق مثلا اكي قرر تجي ما مقلوبه الدايره ما فيش مو غير تدير نفس الصايب الغاشيه اكي كينيو ويدو قرض مالا غير ليا ومشلي تقايد مالا زي شو زفنيو ما تديرات لي وسهل حال تقايد مالا كي ما فيش باش نجدو كان كامل الغاشيه تقايد مالا كي ما زاوي غراوي ما سلم زا غراوي كي وسهل حال دا يشتكي لك ولي لقى ساكي لوبوزيسيون الى قضى يشتكي راه توشي مستينا كي انا قد توفات فاس الدايره لقى سي الدايره اش كدا كونفيونس الدايره خاطر هذا بويا كي يجرى انا غير تفشم كي راه نتمثال الله سيدي الجزائري ما كان باش تاكي غير تفشم الخوف سيدي الجزائري الا قام زار لي زاني كتربان دي سيني غير خدام لنا بخي مسالني غير ندي فران زبون سالني نتخسر زين دايما باش تاكي نكون الا قاش دينا غير جمعتنا غير سليم هاكا جمعتنا محمد الا كان زار تاكي غير جزائر الجزائري يحوج لي ما لا ما لا ما يحوج لي سال يحوج الواحد كان كونفيونس يحوج وين اسي ديالن تغريب انت اللي اكتو بزاف اخطر ساكين ولا شتو بزاف في الموت الجزائر ماشي ساكين بس في البوزيسيون كاين الا قد الدوكولا تسقو ما تخطا في الموت الجزائر هذا هو الجزائري يكس يكس لي بارتي بوليتيك اسي حمو اكمتنا حمو اكمتنا مو شغلي في كانت جوي كان فاكا دوغالا قيمو كيتا فا دوغالا اكمتنا محمد مقارن مكاح بالك سلاك شو الدنيا اكمتنا مقارن اسي مكاح زعما مثلا دوك هاك مثلا مكاح زعما مثلا رزيق مثلا حمو واش دينا يعني بالك الرئيس كي شطري 13 وجدود الجزائر اسك شين يعني تشطرو ثاني الزهر كم كوا يعني كفرنا كي تسيرسي تفاقنا يعني لا قد قدشنا طاس تولا بلا قد قرفنا الوجدود كي ذا الوقت ولا بلا قد اسفهم لا بوزيسيون نول. قلنا مثلا حمو بصح سير في الميدان في لا فيناليتي زيك دوز صح
يوقف لا يعني كل المشكل النار اللي تموت الجزائر مشار تاع مواصيك ديجا راه كلاس بوليتيك وغير يقدش لي سيرفيس والمسحه من هنا والسالاري يوفتوغني يوفدل ديجا نكون لا كونفيرونس ناسيونال كي بيسك ديجا تصاوب تجمع ديجا تني كركر يقدش لي سيرفيس اش تني غير يشافر السيرفيس ما عندها بون هو ديجا سي لا بروميير فيكتوار سي كم تصاوب البرومي اوبجيكتيف هاي تاع تاع صافي كون ميل الهدف نعم زوالو انه لا كلاس بوليتيك ديجا تتفق فيو البوان فيو الراي فيو تمغليون بعد مين لا كلاس بوليتيك تمسهم فيو تمغليون تمسهم فيو الراي شاب اوتوماتيكمون دي دويس باسكو الشاب اللي فوتي سكا عندي سيرتيف باش هو تي سبا بن سي سيرتيف يسبا لي تدخل في كلان كار لي بيرسوناليتي بوليتيك وكلي شابر سيرتيف اللي تمغلي نسني وبدل باسكو من بعد ان سيرتان مومون فين يقرر كنقار نوار كل يغني ليلاه كل يوم شي قرض كي صح كل يوم شي قرض كي دير كل يوم شي كي دير نفس الشونجمون كل يوم شي ما ماشي سيينا ديك الشونجمون اين ندير كبير ويوم شي ما حاشن كيني ذا بارتي سميت لوبوزيسيون وي هذا كنت دوله ما انت ان سيرتان مومون ديجا يشي فيروس فهمنا لك هرس وسهمنا لك هرس صافي شغل دير لا كونفيرونس ناسيونال بور لا بروميير فوا دي ليستوار دمول في الجزائر اتدوك لوبوزيسيون وديو داوس ديو ديون شغل للسقف سواش تني الغاشي سواش تني لي بارتي بوليتيك سواش تني لي بيرسوناليتي بوليتيك ديجا نكون ايش تاكين تواله بليس فين غران فيكتوار دابور اي جيم بعد ما فات اتفاق الوكازاكي الشاب ادي يدو اوتوماتيكمون باسكو الشاب تمر في الجزائر اشحال هاكي مثلا يتفرجوا وين ناس ديش كنا سيرم وين ناس سي اس اس سي اس يا ونم يوكلنا اللي يبدل لو كوتيديان باسكو الجزائر اون فان دو كونت اشحال هاكي ونتي كسوفيري نتي نتي اللي تحسن باس الميديريان تمر في الجزائر نتي اللي تحسن الخصاص هو تبر تمر في الجزائر وناس ديوني قلهان وناس ديو انت مغري لهان اوتوماتيكمون لي دو اذا ولا شتي الشكواكي اسمك بكا دوغلا شطح لا بلاتفورم كي خاطر غلا شدنا لي كومونتير غمسنا لي تمرتنا خاطر بارمي لي نوت نيت اسم ديال لا بلاتفورم نادي يعني لارمي دوغلا الجيش الجزائر ان كان كانش ديال دي لي كازان الا كان كانش هذه حمل دستور دي حمل حدود تمر بصح الشمالي مالش دي هذه السيرسيت اش كي زمان فهمت كيش تي نوري بونس كرا لا يفاد قرشان السياسيات ناكراك لي بيرسوناليتي تمورتيك طالفن لارم دخلي مانيش باش باش انا تفورسي زافو يا قاد يقيم او كدون باش تحضر ما في لا بري ترانزيسيون قد يتفام كون وي اش تي نوري بونس ان ديريكت ولا هذا كين بون كل شغل كل هوني كونفينكو بلي فهمو في الجزائر ما الا شغل في لي حالي كيف مثلا ما الا ويتسكال على رمي تبدل وتبدل وتبدل سوال مي شنو كنا انا قال راني دي نوت دي نوت مانيير بلي لارمي ماشي سفاسي اذا خديميش لارمي سي خدين طرف راهين اذا باش تنين كلا قاش خدمه كتورا ماشي سفاسي اي سفاسي سي مولانيش سي القدنيش والارمي سيمون مستاير قلبي كل يوم ديك السني سايا خدي ملي كيلقى لي توخمم يقلا قال لي طفا في خدم كونفينا بالما ما الا نبغى في مول في الجزائر تسوغال بصح تقدم تخدم مورا الفرق هو كي دابري ما الا نبغي نبغى تجور القيمه تخلف المقامات عند مورا انا نزور الله الله شريك ايش ولا اوتوماتيكمون الارمي تشمي معنيش و اللي متفاهم بالبرنامج اللي قال يخدم انت تفاهم بالبرنامج اسقسم قالوا كانك مثلا مكح مو شغلي ف عطاسي ضحكوا نسيت ضحك وقال لك تبع انا كانت اساسيه تموت نعاود قيد كتاب انا يقرشنا كانت اساسيه انك اذا فوا ماشي غير تموت ناد دون تو لي بيي باش هكدي السلاح هكدي فتام زورد باش هكدي السلاح الا قيم بريسيون في الناس الا قالت تجد هكا اسكو دايم بروبوزيسيون اسكو دايم بلاتفورم وتجد وحدس وكيتسكا وكيتسكا روال اسكو يسام دي موان دو بريسيون بوبولير نا حاجه نظام باش تفورسي مازال ويكي او ندي السلا دي او ندي فتام الزوط و ادي سدي قيم اسك الهضره كان عصام دوت الموين دو بريسيون في الناس دينا شغل لو بريمي موين دو بريسيون سي دوك لي يجي دوك لابوزيسيون هذا بلي شغل لي راه مازال مازال حلو بلي بالضبط اللي حدا يجي يجي مازال يومين سرت امامو اللي خارج بلي بالموحل لابوزيسيون تموت من الجزائر التمنيت وتمسهم في يوم الراي دونك ديجا فيكي شغل سو عيني كي ظهرني فيكي ديجا عشان تصاوب الصوب تاع الحيط ويبدا شغل اي دو خوش سيدي حالة اللي يقلا باسكو سارتان مومون
الا يطاش يقول غادي ياكل درويش في الجزائر خدم الجلسه وكذا يزن وكذا يزن وتبدل بوروني سميت فرق المعاقبه فرق الدنيا ونا السلوح كل يوم سني قران كل يوم سني ولها سني سرا شغل الاورو من نار ديال سواس اللي قالت من المعارضه دونك ديجا امريكي من المعارضه سيتي موين دو براسيون مقارناتاش من بعد السخيره يجي اوتوماتيكمون السخيره بين السخيره الاكتيفيتي السخيره النشاطات ديال الفيروس اوتوماتيكمون اليرنو هذيك من لابراسيون في النظام يمكن هذه خدم تقول تدل التاريخ موت الجزائر. مثلا ما مدام قال مكا هذا مسيو لنا وكفان وعضو مجلس الشورى نحمس ساكن يعطيك الصحه وتنميرتك مثلا بارك الله فيك. هذا غالا الحمو مرزوق بالك سلاز ديك مثلا محمد مقرب من كاشو دينا اسك على تشطر ولا كي قطر هضر غاس ناس اسك دل الوقت ولا لقات تصب مروار وقدود باش تهضر مو كيدس هناك ديجا بيان سور قد نصب صا ديجا شتي تري كروند فيكتوار الفات ديجا نجمعنا كل قرى لوبوزيسيون تمر فينا كي الطفلة ديجا واكي سيت ان اكت سيت حاجة كلهانة طاس طاس سيت تمر فينا يمكن دويفيس اللي كرا ونتمسال مدينة درباحة مقران من جمان لبوزيسيون ويسمون البناء قرد زاغاني ويسنا سوشير يقال سنا سوشير كان دينيا ويسمون الزيار ديجا غطيلي ذاك فان ترتيف نا سنديكا خطر أذب ويجي يركوش لزاسوشاسيون كولتورال كيزي كلي وي أتاكي يسمون الزيار مادة مادة نزل بالحاجة إلى هذا ماشي غاش قراجمة نحن نكوني أول كي غاطني قوفري ذكاء يزيد قوفري ذكاء بصح إلى حال نجمع الحضار ولا عند يلي يولي هدر فهم سنيس يلي يولي يبغى عندك سيستم خير خاطر ماشي غاش يجي نكوني مادة خاطر كنت فوت سابريل نتغني بالغاشية هذه القهوة نظرة الغاشية غامشة تسلايين نولب للغاشية مازال لان كده مازالو سلانا لك استيجي لان كده قطني بأوزان لك غاشية نخدم بوجي لان كده بيومين نرس ونشتاقي بالحاجة انا شاكينا قد نيني غاغيني فترة بوغور قلاد اخذت غاز كما فضد مود الدرابي شو يزود وزمير ورا تخم بالحاجة وكين دوكا الساس استمع يكوزارا الفوار يكوزارا إلا قلا موبيليزاسيون قلا سونسيبيليزيون إلا قلا تطور صغرين صغرين نزمر نبليز بالحاجة غاتلقي مثل لوبوزيسيون إلا عن الحاجة يصفرح أتلقي مي بدل نحوات مثلا كيف كيف غورنا الحاجة يصفرح أنا كان الدين بلي غاتلقي لوبوزيسيون في تليزيا إوا كان فغانا في بلدي شمون الجاية ماشي أدافون غاديري أون فيون أدافون إكس سنتان توشيريز لكن هو في الحال ذي لوبوزيسيون نعطي سانديكا ميم كزيو غاديري يخدم مليون بطل اقذر الطنقي يسهل 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 لوبوزيسيون انت يا راهي كيف كيف خاطر في اسمو الدائره تصنغب ديجا تصنع بول ليكزيستونسيون لكن خصني نبقى ليكزيستي ابراك ليكزيستي شي وين مش على فيديو عايز السيجاره مثير السيجاره اكن تولي خصنا غير باش كاين هذه ديكزيستين السلف انتظار من سن بلا او فتره لوبوزيسيون ابراك سكينا رايز ماشي على قد لا ليكزيستونس لحاجه الى هان انا غنقوم ليكزيستونس الى قبل نقرا ليكزيستين او فتره لوبوزيسيون او فتره بول لوبوزيسيون نغطي لا سي ال تي دي ماشي على قد لا ني ابسيون اول او جيت ديال خاطر مثني سن 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 بلا غن بلي غداون لا خدمه ملي تي لا لي كونفيرونس افنيين دو باس لي اسوسياسيون لي ديسين ديكار لو سي سي في بحاجه ايجازني مثلا ماشي انا كاين بغيت غاتني سي رينو مي ودار غير على البلاتفورم ني ما غاميش في فرايد في مثال المرمي اي مثلا اسكريو اوريزمي راه دان قاعد سكيوري سيكيوري في المهم الجزائر اسكريو المخيس يتوخبا ما كاين اللي غادي يتحارب على المهم الجزائر هادي كي كان كيحرر فلامات في الجزائر المره أسدي الولد في نجمة سناح حفران كرا جرا نغا في نصي الفيدين ديجا أمثلي السن نولد بليان أسكريو وريد ميرا دا جامين قليلين أستانمون بوليتيك نأستانمون pour la démocratie, lutter pour la démocratie. Mais je vais chercher des civils, donc on essaie d'essayer. Mais vous voyez, il y a dans les actes de la scarabée, la règle avec ma scarabée, on a des sorts bien, il faut shooter le figure, ou les mirer à la dîner, à qui tu aurais fait le faire, à qui tu aurais fait le faire, et ça, il me dit que les scarabées, et que tu aurais fait le faire, et que tu aurais أجراس موا أخطأ ولا يكون غنى كل الزوجة كي تجيني مثلا غنى سر الحماس ناس يليون يبغى يأدي كسيك سمخة ما شاء الله بدل مثلا غنيا وبدل إذا قد يكسي إذا قد أنت تعرف أنت كوال جرنا يليون يجمر رخم الحاجة يليون يستعين غنى مثلا حمام مرزوق اسم حكاية قد همنا شو الوقت بس اعتبرتك وأقل شيء تعطيك شو كنا نعطيك صحة فهميت بارك الله فيك مثلا
تلميذك تمقرات محمد سمحي دهمان الوقت تلميذك عطيك صايم تكمل فينا بارك الله فيك شكرا طس وقلنا ينفقونا غير يحضرنا سيد بوهي البوسقي سي فلسطين ان شاء الله كل ديلار بوكيل سن وتمتنا ورده ام حسن وثاني ذا قيد الجيل من هذا شوف فوق شكل سياسيه مرتنا متنا محمد مقال مكاه وحمام مرزوق شكرا طس طس دوداتك شكرا طس محمد بارك الله فيك ونشكرا خون وي متقمو كيدنا عندنا قيمة دينا نربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعطيك الصحة.